عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا بصحة جيدة وبألف خير. اليوم غادي نقدم لكم هاد اللاطة ديال الحوت في الفران كيف ما شفتوها. قبل ما غادي نديروا هاد اللاطة غادي نمشيو غادي ندير بكم دويرة، غادي نتقداو السمك. هاد الدورة خفيفة دغيا، ما خلوناش هنا نسجلوا، ماشي غير أنا، كاينة واحد السيدة خزنا التليفون باش درت واحد الدويرة خفيفة هكا. المهم خديت البرانزينو، السمك اللي غادي ندير انا اليوم هو البرانزينو، درت معاه الكروبات رويال في اللاطة، درتو بالزعتر، بالزعتر كيجي هائل. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الطريقة والمقادير. هانتوما كيما شفتو البرانزينو، عاود زدت ليه واحد الغسلة اخرى، شللتو مزيان. الزعتر ها هو، ممكن ديروه طري اولا يابس، انا عندي طري كنديرو طري. وكنحتاجو معاه في هاد الحالة هادي المعدنوس والثوم ومليحة والحار ولي طوماط سوغيز أو طوماط عاديين، الزيتون، زيت الزيتون حامضة، وكما قلت لكم الزعتر. وكنبداو على بركة الله. كناخد واحد اللاطة ديالي في هذا الشكل هذا، كنوضع فيها العصير ديال الحامض، ها هو عصرت هنايا هذا الشكل هذا، كنضيف له مليحة، نضيف له مليحه، وغادي نضيف له شويه ديال الحار وشويه هكا. وهذا هذا سميتو هذا نتي الزعتر مشى ما جات على سيمانه كونتريس. المهم غير شويه اللي كنديرو هكا، وما تبقى تنخليه، تبقى نخليه هكا هكا، كينسمو بزاف الزعتر ماشي شويه هكا. هانتوما بعد ما درت الزعتر كله كنشرب له هذاك الحامض وهذيك الملحه مع الحار، وكناخذ الحوت دابا ديالي البرانزينو بهذا الشكل هذا، كندير ليه هكا هكا، وتنخشي فيه لداخل، تنخشي فيه الزعتر بهذا الشكل هذا هكا. وغادي نحطهم في الطاوله، غنصطفهم في الطاوله دابا بالطريقه هذه، وكنستعمل هكا نفس العمليه، كنمرغهم في داك الماء مالح وحامض صافي، وكنحط في اللاطة. هذا غادي نحتاجو من بعد. هانتوما كندير دابا لي طوماط سوغيس هكا بهاد الشكل، تنقطعهم دور غادي يول الجردات دي ديال البالكون كينوضو، اللي ما كانوش ديروا غير الاخرى العاديه ديالنا، ولكن خليوها بقشورها ما تهيدوش ليها قشور، رقوها وخليوها بقشورها. اوكي غادي نزيد نقسمها شويه كبيره. اوكي هانتوما صافي، دابا هذا الشيء كنضيف له المعدنوس، وغادي نضيف له الثوم هكا، الثوم كله والمعدنوس حتى هو. غنزيدو واحد شويه ديال الحار هنايا، حاره بزاف هادي صافي. كنخلط هاد المكونات مزيان، كناخد واحد اللاطه هكا ندهنها بالزيت، هي الاولانيه ندير فيها شويه ديال الزيت، وغادي نوضع فيها دابا السمك ديالي. هانتوما هكا كنخالفوهم بهذا الشكل هذا،
وفوق السمك كنوضعوا هذا الطماطم اللي درنا هكا، كنحاولوا نوزعوهم بهذا الشكل هذا، نخليو الحامض نخليو منه شويه هذا المرق ديالو، ما نستعملوش كله هذا المرق غادي نخلي منه. اوكي، وكتصبح اللاطه ديال السمك ديالي بهذا الشكل هذا. باش غندخلها الفران دابا كنرش عليها شويه ديال الزيت بهذا الشكل هذا من الفوق، وغادي نقطع عليها الحامض غنحطو الفوق تاعو. صافي دابا وهاد فتحتو درت له واحد الفتحات هكا شردتو، وكنخشي فيه الليمون الحامض بهذا الشكل هذا هكا. واخا درت فيه الليمون راه درت فيه الليمون، ما بغيتوش ديروه هكا تشرطوه وتخسروا لي الفورمه، ماشي مشكل، تخليوهم غير هكا تحطوهم غير الفوق الليمون وصافي الحامض. اوكي صافي، هذه هي الطريقه ديالو. دابا غادي ندخلو هو الفران وغادي ندير هذيك الشرموله ديال الكروبات ديالو. دابا قلت لكم هذاك الحشو اللي خليت داك الحامض مع هذيك الملح وهذاك الشيء، غادي نضيف له هاد الكروبات هكا، وغادي نضيف له الزيتون. الزيتون عندي ديال الدار مرقد في الزيت، نضيفو هكا ديجا فيه الزيت بهذا الشكل هذا. غنضيف لهم الربيع، الربيع غير شويه، غنخلي واحد شويه منين نخرجو من الفران يكون واجد، عاد باش غادي نضيف له هذاك الباقي. صافي ها هما دابا هنايا هكا، لان كتعرفوا الكروبات دغيا كيطيب عنده 5 مينيت حتى الخمسة دقائق الاخيره، والزيتون حتى هو ما خصوش يتحرك، خصو يبقى صاين. غنخلي هادو حتى لاخر لحظه قبل ما نخرجهم من الفران واحد 5 دقائق، وغادي نخويه على كل شيء وغادي نطفي الفران. اوكي، واللاطه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران ها هي كيف ما كتشوفوا جات هكا دغيا. الكروبات ما تخليوش يقساح، ما تخليوش يقساح، انتم شفتوا كي مازال في اللون ديالو مازال زوين. لهذا دائما ديروه 5 ديال الدقائق وطفيو الفران، كي درتوه فوق البوطه كيف الفران كيف شي حاجه. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه ديال اليوم، وتشجعتكم القناه كلشي نمينا باش يوصلكم دائما الجديد. صحه غداكم، باي باي.